العلاقات الأردنية العراقية على مفترق طرق. بغداد استدعت سفيرها في عمان للتشاور على خلفية استضافة الأردن مؤتمراً لشيوخ العشائر المعارضة لنور المالكي، كما انتقد أعضاء في ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي الأردن بشدة لسماحه بعقد المؤتمر على أراضيه، ويخشى البعض من أن تلجأ الحكومة العراقية للضغط اقتصادياً على الأردن رغم معرفة الطرفين أن الأضرار ستطالهما. نحن هنا في الأردن أكيد سنتأثر فيما لو بقي المالكي رئيسا للوزراء العراقي، اقتصاديا سنتأثر كثيرا، ولكن أيضا ستتأثر العراق، لأن الأردن يشكل أيضا رئة لها اقتصادية، وكما تعلم يوجد الآلاف من المستثمرين العراقيين الذين يتم التنقل من خلال الأردن ومن خلال حركة التجارة الأردنية، فبالتالي العراق أيضا هي مربوطة في علاقات اقتصادية مع الأردن، ربما استخدم ذلك كأداة ضغط. الحكومة الأردنية من جانبها نفت أن يكون مؤتمر المعارضة العراقية قد عقد تحت رعايتها، وحرص وزير الخارجية الأردني على التأكيد على أهمية العلاقات بين عمان وبغداد بما يحفظ أمن البلدين. لا علاقة لنا بمضمون المؤتمر ولا بمخرجاته سوى أن نستخدم ما لدينا من نفوذ كنفوذ كدولة مضيفة، بأن لا تكون مخرجات المؤتمر بأي شكل من الأشكال تسيء إلى المسار السياسي في العراق أو المساس لا سمح الله بالدولة وبدستورها. يقول المسؤولون هنا إن الطريق البري بين عمان وبغداد لا يزال سالكا على الأقل تجاريا، إذ تحاول عمان البقاء على مسافة واحدة من الفرقاء السياسيين في العراق، رغم أنها باتت أكثر اقتناعاً بصعوبة عودة المالكي رئيساً للحكومة في بغداد. يخشى البعض أن يتحول غضب حكومة المالكي من الأردن إلى عواقب سياسية واقتصادية، لكن كثيرين يقولون إن هذا سلاح ذو حدين سيصيب العراق كما الأردن. نايف مشاكبة، سكاي نيوز عربية، عمان.